yaaki kada taala chupu hanu wal wenda baamal kuchinu ba kalam kalam ta nut be jeran wala taalim be jeran na mar kada taala sma hanu wal wenda ba kuchinu kide na shufu an ma al weli ya jama umon gitala سميتو ليش انا يا اسمه ولا انا ما فاهم يا 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 بس انا دار اثبت بشيشه لا عشان اعرف اتكلم حكم بوري بيجيني سواتا غير اصل في بلدي ده كلام سامع ما بكريم يا جد سواتا شنو مدورينا على كره روزيتا ده جيني جيني شنو بس نساوي الناس انا كان لقيته ده 200 كلام ده 200 يوم تا كرامة تمر فارس بوين فادة شي دي ما جريمة لقد اسمع أنا بس ما دير مشاكل ما يزورتها كان أنا يا قمتا جينا عارفوا بس من ناس وإن زندري هاتا مشاكل بس لما نعمل هلال هلال زيدة هي أو كومبوري يا مجي عارفوا مين قا هي أو كوم نينا تايو مغاديرتو وانا بفهم تو كيف قادر شنو ما قدر تون باري عندي شنو قدر كريمو انا ما فهم كان ميلو باربي راجلي راجلي ما هي سبني راجل مالو راجلي شالو عشان انا ما عندي ولا شن قال انا شن قال انا قال انت حلوة ما شاء الله شنو ناقصك ما عندك شاب جمال للرجال تشوف شنو دي كده شوف جمال ده فوقي ده ها هاكو همار ده سيبني كده بس ويمشي يومين ديل بس كلهم جارين بورا رجال ناس هو رجال ناس بس فلس وظروف وتعب قالك انا ده هو راجلين ده شنو في جو في شنو هو في جو اجل دبور مسجل سجاير ده وتاني شنو موبايل 600 ده اهو بس اندو ايتا ايتا ده ايتا ده ويونك بولا ويونك بولا كبار ده بتاع شمار ده كوتا جاد بتاع ريتي دو تلا برا ايتا زادو وتما ده بولين لك لك كده ولك لك كده انا ما دار اركان في جاتي شرب بون في مين ده ما مال بتاع شمارا ايتا بفضل ناس يعني لكلام ايتا بس تلا برا ناس عشان كلام ده كلام برا في شنو شوب 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 مع سلامكم شوب ترى مع سلام ها تلا برا انت زاد ما تقول في شنو ولا في شنو تعمل نفسك انت مصاب ترى برا انا ترى برا لشنو ترى برا قلت لك انت عزمت انا انا نشرب شيشه ولا انا نشرب قهوه بس ترى برا ترى برا ترى برا انا نفهم انا ما لي الناس ما اجي تاني في ميله اقول لك راجل وراجل فلان وكلوس و ترى برا مشاكل حاصل في الدنيا ده ترى برا سلام اهلا وسهلا يا فنان توماس كيف كل انت تمام الحمد لله قلت لك قهوه تاكل ويش ها يا ده زيت شاب ما تاكل كور كور يا تو وا ده سنه ترتو منين ياك بكلم كلام هذا يونو كبار جن جن لك الشمارات بتاع ناس ودي 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 شنو انت ربابه ما تلفون ما تسكر ده عشان نركز ما لك كنا في شنو مشكله ثانيه كبيره انت ما صفتي ما له لكن ما هو نص مشكله ثانيه كبيره شنو هي هو نص قول شنو انت كنت جاي جاني قاعده عشان الناس تديني ونص ونص زول كان جاي جاني قاعده زي دي تجي حكي موضوع تو عشان اخواته بيساعدوا شوف يا فنان توماس انا كسران في ميل لجروج انا كسران كم سالب عشان نجيب بوندا وعشان نجيب الحاجه دي المره ده جينا قاعد في ميلك ده شغال وير 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 انا بقول لك يا اخي انا ما فاهم انا بقول لك استني يا ولد يا اخي ما
ماده ناس جالسين في ميل بتاع مجتمع ناس غير كلام حاجه يستفيد منه ما لكن انت انا دي وانت كان غير كده مو جام مو بعمل شنو ما انا ما قصدي يعني ناس يجي كلام حاجات زي دي يعني ده حاجات كده ناس يستفيد منه يقول لي هاك راجلي وما بعرف ده باروكه بتاعه له شعر كامل ما طلع من راسه باروكه ده شنو على كلامك باروكه ده شنو وي تعالوا خدنا تجري زي ني كان مش شنو قبل شويه كان داري ترجونا برا ياكي ده ترجي تمارو ها جنن داما انا ما كويس انا راجل تاع شالو وخلاص جسمي تاع ما بيجي نافه تيك لا جد بس حرام عليك الويل هكم بري هو عنده مشاكل هو جاي جا حكي له مشكله تو اسمع مشكله تاع الويل وري له بقى يا دي بكلم زي ما كان بتاعك يا تا انا بفهم كيف ما اقول لك يا حلويل يا اختي يا كان مشكله كده مع راجلي وبعدين اقول لك الراجل ده انا فاهم الموضوع لكن ما ممكن شغال كرتر زي جندير يا الويل يا الويل يا اختي ترى كده كتير قلت لك يا الويل كان انت في تقدر تجري مع ناس ولا تقدر تعزم ناس اعرف تجوزهم منو ايش انت عارف كلام تنقول كلام انقول كلام ده تجيب مشاكل كتير تكلم شنو تاجر بعزم منو عزم منو انا ما عمري ازل ازل يعني ولا شنو انا ما كلمت ما انا ما قصدي انت انا قصدي الناس اللي قالوا لي كلم كلامات على الناس ثانيين دي وكمان انت اختي تجي جيني ايش انت تجي ونص مع ناس قول تعبان نانو قول انت تعبان الوي هلا في زبون اسمه بطريقه زري وين مشاكل اصلا مشكله شنو انت بساعده مش تبيجيني كمان بكركر فوق زري نساعده انا منظمه يا اخي قال لي منظمه يا تساعد الناس دي كلام شنو كمان انت إذا ممكن أنك تنادي منا ولا تماك در نادي ناس مرجع تروج ناس من بيت إذا نادي ناس أنا قلت الناس يجي هنا كلام سيريوس كلام يعني ناس يهل لكن ده بشيل باروكة بتاعه ما تلا شعر كامل ده راجل تلاقوني ده راجل سووني ناس كله راجل هم تلاقوا بيعة برا ما كله ناس راجل تلاق خلاص دقيقة بس أنت تلاقوا راجل شوف ما تكلم معي أنت تلاقته شوف أنا قلت مريني بس ما تكلم معي عشان أنا ما راجع من الشمارة ألوين ألوين الويل شماره ديتا يا بيلو انا ما انا ما قلوم اي زول انا قلوم ايتا ومون جا جيجيني ما تيتا نادي مون فخلاص ايتا اي زول ما فا ما تيتا بكلو بيرا كده روا ما يا وانا كنتلم كليم شي لكن كلام ما تيجي سيتي مون اصل برا تداري زون دي مون كما عنده مشاكل الويل مو ما بيجليتا شوف يا فنان ان توماس ما عندنا بيت مالو شوف يا فنان ان توماس في شنو انا قلتلك لما انا قلتلهم تعالوا نقعدوا يا قواتنا جلسوا ما قلت لك تجلس عشان كلام بتاع شمارات انا ما دير يعني كلام ده يعني كلام بتاع شمارات ده يا ابو عامل مشاكل انا ما دير انا اقول لك خلاص اي واحد يمشي مين جا فوقه يا الويلي تعرف تعرف كلامات الناس قلموا في قهوه دي امر شنو في 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 ناس كرهوا بيوت ناس كتير نسوان قلموا في حله ناس جا جيني عشان ناس تشرب قهوه المفروض تكون قلموا لما زي ده انت كنت دير جوا نص عن حاجه كويس انت كنت جا خفف عن مشاكل تكون ما قال في ناس قليمو اذا الناس جا جاني كي كوركور ناس جا انغلو كلام فلان معلوم فلان معلوم تعرف كم بيوت كهرباء بكلام ده بيت هاي انا وروان تب تكان بيت كهرباء كان بني تجيب له شنو ما كان تقول انا ما جاي انت لو دير بونتا كده يا اختي انا جرا دفع لك انت يا بونه بكم 3000 ولا بكم ها انت راهم ترى كم لما انا بيو باك اب 8 شوف انا قلت له مشكله كل ما نجي في محل انا قلت له الويل كده الويل ايتا انا كده دايما يا الويل ايتا ناس بيحبوا ايتا ايتا بقول لناس حاجه كويس ايتا بشرح لناس حاجه كويس شوف يا الناس ما اقدر اعمل اجلت دير شوف يا فنان توماس انا الويل دي شخصيه انا اقول لك ناس لما يقعد زي انا واحد اثنين ثلاثه نو الناس في حاجه كويس في حاجه له مستقبل لهيال بتاعنا وبيوت بتاعنا لكن ما نو الناس في لقبته انا ده كلام انا الويل انا ديرو عشان زادو راجلك لما انت ماشي الليل اقول لك انا ماشي للويل راجلك بيكون مرتاح عشان بفهم انت ماشي للويل تسبيد يعني تكون عندك معلومات كاسة معلومات حقيقية لكن مو جاي تلقب الكلام هنا ده ما بس ما بتاع الويل زادو يلا معلومات ده معلومات ده يجي ترجو ناس وكا من بيت لا ما عشان هو ما دارين يسمع ما دارين يقولوا حاجات كويسة وريم
ما في ما تنادي يوم اوكي خلاص خلاص بس ونبي يبدا ثاني